ليش بدأت كلامك بفعلها أردوغان؟ لأن لا أحد يجرؤ كان يتوقع أن يكون هنالك تقديم للانتخابات في ظل الظروف الحالية. المنطق العقل يقول يجب على أي لو كان أي إنسان غير أردوغان أن يأخذ بما حدث من زلزال مدمر، من تبعات سلبية، من مصائب موجودة حاليا، أن يأخذ ذريعة ويؤخر الانتخابات. يعني هذا الأمر المتوقع الطبيعي. أما الذي لا يخاف الصعاب، أما الذي يقبل التحدي، أما الواثق من قدرته على تجاوز المحن وتجاوز هذه الكوارث وكل العوائق، هو الرئيس رجب طيب أردوغان. رأيناه قبل ذلك في محاولة الانقلاب الفاشل، عندما علم أن هنالك دبابات وهنالك أسلحة وطائرات F-16 وهو خارج اسطنبول، قيل له لماذا لا تذهب إلى اليونان قريبا؟ قال كيف تجرؤ على أن تقول ذلك؟ أنا سأذهب إلى اسطنبول. وذهب إلى قلب الحدث. نعم. وهذا أيضا الآن في قلب الحدث. الآن الانتخابات هي المفروض في 18 من حزيران، كان المفروض أن تكون في 14 عندما أعلنوا ممكن تقديمها، لم يكن هنالك زلزال رغم الكوارث، كارثة العصر، ورغم كل التحديات أصر على أن نكون في نفس ما تم الإعلان عنه في 14 من شهر أيار مايو. إذن هنالك تحدي حقيقي كبير، والرئيس أردوغان هو الذي علمنا دائما بأن الضربة التي لا تكسر الظهر تقويه، وهذا التحدي الكبير يدل على أن هنالك إرادة كبيرة لتخطي هذا التحدي.